ويكوشي والحمد لله ستي ربي اللي جيتو لي تاو تسيد الرئيس واخا انا راه هذاك نيني ولكن التدخلات من سوايا البرلمان ولا يكوشي نتبعش السن اللي ديت خاق ذات سوايا ولهذا ووزغة المشكل ووزغة الذي يصل الفقر الذي تدون الله يكون في العوان اتعجر نرزان في الماء ولكن نكون دازران غرق في التجربة النوياهات الذي تفات غير شاني مقايدي خسن تمزوا ويستخدم الدنس يلي الخير بقوز اولا دات تسيو دايرات بني من لد تمدين تخاتات راه غاديه الجهه تبارك الله وبفضل ربي وفضلكم انتم انك راه غاديه الجهه تتوسع مزيان بغي يخصايا خصنا غير بردا نسنا واحد يتخنوني بيا حتى يتخنو بريد غير نداس صغوريت نداو تخرب ديالي تغريض كلشي داك الشيء المشكل دغروني لا ابريت سي راه بني من لد يحلاوة الدغي يا السياحة يحلاي السياحة لليس المنظر ولكن يخصي غو بريد يختصر سبني من 28 كيلومتر تجري ولد غن تيزي وتجري السيد الرئيس ولد غن تيزي الله يجزيكم بخير غادي ينفع زيدا تناقصي 15 كيلومتر تناقصي انت لبقي تناقصي من منطقة الحمد لله السياح هي ياتيا راه المنطقة ديالنا راه ماشي فقيرة راه تنعرفوا المناطق فرع شفنا شفنا واحد مراكش وريكا شفنا مولاي ابراهيم شفنا السياحه كي دايره راه اللي في الطريق ديال الزاوية حنصة الطريق ديال المنطقة السياحية غانية المنطقة ديالنا الحمد لله ولهذا الحمد لله السيد الرئيس انت اللي عرفتي هذا الشيء الحمد لله وتساول غير فوت المناطق يا دانت تريسي ربي وزيدية كذا تعاون وياها هاد التفات من الدن ورانا غير نكملوا ديال العدد هادشي اللي خلى 14000 وكذا ورانا غير نكملوا الذي تدو ديال العدد من بنادم الذي التفات يهاجر الذي تدو اصق يهاجر كلشي جاناكم دين كتبوا مانشن جاناكم دين كتبوا مانشن البيع مشكلة غير دين كتبوا مانشن كلشي البيع هاد الدن دارين غدغي لان التفات هاي فورات افورات ها مثلا زاوية الشيخ تبعد تقريبا شي كدا 60 كيلومتر ولا هكا الدراري شندا ديك الدون تذكوت القصيب المساي نكون بقاويز غدا دي تفاد الدراري نوز واخا فوق راه ورت اللي خدمت تدور المساكين ديالنا ما خاود نكون هذا ثاني ترونسبور قريبه لبني ولا السيد الرئيس الله يجازيكم بخير السيد الرئيس لان تفاد الدراري نوز فينا تدور هذا تعاون من الله يجازيك بخير هاتين السنتين تدخل الله يجازيك بخير والحوايج يا لكن السن المهم السيد الرئيس بارك الله فيك شكرا في الدواوير ديالنا الدواوير 2023 باقي الدراري الناس يخرجوا للغيث تيخرجوا في الغيث يعني حنا تنطلبوا منكم السيد الرئيس هاد لا ميزانيفو يدار بواحد الشكل كبير في الدواوير علاش غادي يكون عندها واحد الانطباع كبير لدى الساكنه السيد الرئيس انا على سبيل المثال في الدائره ديالي دواري حيتاسو عندنا واحد مدرسه وحده في الدوار باقي الوقيته ديال الشتاء الاولياء الاباء واولياء التلاميذ الا ما جاوش ديبلاصو للمدرسه باش يهزو الدراري يدخلوهم من القسم ما غاديش يدخلوهم تتكون بركه ديال الماء تيكون الواحد كاين مشاكل كبيره كيعانوا منها الناس بالمناسبه سيد الرئيس كنشكرك على الزياره الالتفاته ديالك اللي درتي للوزاره ووزاره السيد الرئيس مازال محتاجه لك محتاجه لكم مزيان محتاجه لكم في التنميه في بزاف ديال الحوايج حنا بغينا مشاريع اللي عندها بعد تنموي كبير اللي غادي اللي المشاريع اللي واخا نصبوها مثلا في لوسونتا يكون عندها واحد التاثير على الناس مثلا في تخدجي في تشريبو في توعزيق في عموما يعني يكون واحد التاثير واخا يكون مشروع في السونتر يكون عندها بعد مثلا بحال السونتر مثلا البلاصه ديال الخضاره بحال المحطه ديال التاكسيات بحال يعني المشاريع اللي غادي يكون عندها واحد البعد كبير اسيد الرئيس وشكرا رئيس عياده وايضا السيد رئيس مجموعه الجامعه الاطلسيه الكبير والمتوسط بالسيد رئيس المجلس الجامعي وويزات صدى الاعضاء المستشارين والمستشارات وطبعا الحضور الكريم وبالسيد مدير مكتب الدراسه مساله لا يختلف عليها اثنان هو انه السيد عزيز مراكش باعتباره رئيس الانجيو وباعتباره ايضا ينتقص وميزه او لم ينتقص قصيدا هو عراب تنميه بامتياز
مسألة لا نختلف عليها هو اللحمة التي ممكن أن نراهن عليها لخلق تنمية أو لقيادة التنمية أو لخلق رافعة تنموية اقتصادية شاملة بالجهة يعني كافة أو بإقليم الظلال على وجه الخصوص هو ويزر باعتبارها جزء لا يتجزأ من إقليم الظلال ومن يعني استراتيجية التنموية ديال الجهة. نحن نراهن عليكم السيد رئيس الجهة لتحقيق تنمية شاملة على مستوى وزارة. أنا أزكي مداخلات ديال الإخوان حتى لو أنا أشتغل ككتلة باش أننا نقيسوا هذاك يعني ديك التنمية المستدامة في المفهوم ديالها العادي واللي تيعتم يعني عدالة اجتماعية عدالة مجالية. شنو هو المطلوب؟ المطلوب هو أن نشتغل ككتلة كطراز ونشتغل على الكونسيتيسا أو ذاك الزخم والإرث الثقافي والإثني والجغرافي على المستوى الوزارة. حنا في أمس الحاجة مجموعة ديال يعني بوابات لتحقيق التنمية. الخطوة اللي درتو بها السيد رئيس الجهة ومعكم رئيس مجموعة جامعة الطرفين وهي نتمنها كمجلس ونزكيها وتنشكرك على الزيارة وعلى الانتفاضة. هي كتكرس تصور ديالكم كرئيس ديال الجهة وطبعا غنشكر عبركم جميع المتدخلين جميع الأطر والكفاءات اللي تشتغل على قدم وساق وهمها الوحيد هو تحقيق رافعة تنموية المنطقة والجهة. ما مكرهناش أنه جهات نقرا من جهة القيادة ديالكم والقيادة ديالكم أنها توضع يعني في المصافي ديال الجهات الكبرى المنطقة. وحنا وراءك ومعك وإن شاء الله نتمنوا أنه هذا المخطط هذا وهذا الخطوة تقيس جميع الضوابط كما قال السي شرقي والإخوة. نركزوا على الأولويات وطبعا هو في إطار واحد استراتيجية اللي غنقيسوا بها جميع الضوابط وتعمل الاستفادة. وهمنا الوحيد والأوحد هو ويزر فوق كل اعتبار وشكرا لكم. Chez de mes animaux du centre de Wizard, il a pour objectif de donner une idée à les composantes de la mise à niveau ainsi que l'estimation de chaque composante, puis l'estimation globale de la mise à niveau. Il sera étalé selon le plan suivant. Premièrement, l'objectif de le projet de mise à niveau. Deuxièmement, aménagement, les aménagements proposés. Pour en finir avec une estimation des travaux. Consistance et objectif du projet. La consistance du projet, c'est après concertation avec M. le Président, on s'est mis d'accord une mise à niveau selon quatre composantes, à savoir l'aménagement de la RR 306 sur un peu près de l'accès. تقريبا 1 كيلومتر من الجيراتوار جي سبلي ملال كاينه واحد 350 متر ياك اييه ومن الجيراتوار جي ازيلا تقريبا واحد 650 متر لينيير. اون بليس ديال الروفيتمون ديال لي كارتيي ديال السونتر بوي لاميناجمون ديال السوق اون بارتي ديال السوق هبدومادير بور اون فينير افيك l'aménagement de la station de les taxis. L'objectif de ça fait la ديجا راه دارت واحد الدراسه راه ديرنا المهم كرمال عام هذيك راه مازال هذيك هذيك عندنا
بسم الله غير باش كاين ما بغي يكون عطاني حاجه زايده من الجهه باش يحيدوها من ديفال ديالو. لوبجيكتيف ديال اونتر اوتر parmi les objectifs de la mise à niveau du centre de l'Ouizart, amélioration des conditions de circulation en termes de sécurité et de confort, l'amélioration de l'image du centre Ouizart ou de l'attractivité surtout touristique, ou améliorer les conditions de vie, mal l'aménagement du sort ou le revêtement des quartiers. Les aménagements proposés. On va commencer tout d'abord par la situation du projet. Comme vous voyez, ici, la LR306, comme on dit, la première section fait 350 mètres de lumière. Pour la deuxième section, il y a une l'enchissement de l'Omra, il faut tout avec l'école privée, juste 650 mètres linéaires. En plus, il y a le revêtement de l'écart. Il y a le السيد الرئيس بلا من ديطيف لاميناجمون ديال الريجيونال ولا زعما اش بروبوزينا وليسيماسيون وكذا ولا نقزو ديريكت لوكو تقريبا واحد 10.8 مليون. ملي خرجنا سور بلاص اتفقنا مع الرئيس باش لاميناجمون يكون سو فورم ديال اون بلاتفورم بليزونروبي فيها ليكليراج بوبليك وهادشي ديال السينياليزاسيون اوريزونتال افيك لاسينيسمون ديال ليزو بيفي هادشي سيتي سامبل ليسيماسيون تقريبا في واحد 66 مليون ديال سنتيم 06 علاش ما نحولوهاش مثلا نشوف ريسورس ديال لاسينيسمون نكملو كاين بعد اموا المهم لا تفوتو الاخوان حنا نديرو مثلا كونفونسيون بحال لي كارتي اللي عندك ما فيهمش لاسينيسمون عطيهم لينا هو السي عادي نيت دابا من هذا دابا يتكلف نيت يقاد ليتود وعطينا الداخلية تعطي 70% وحنا نعطيو 30% بالنسبة للسينيسمو لاسينيسمو كاع لي كارتي اللي سون با انكور اسيني عطيهم دينا لهم اون ايتود الداخلية تعطي هذا لو بلام هذا البرنامج الوطني تطهير تعطي الداخلية 70% ولا ريجيون تعطي 30% راه دايوغ البارح دوزنا دي كونفونسيون مع جماعات هادو التزام هذا ديال الدولة والتزام ديال الجهة دونك هاد لي كارتي اللي ما فيهمش لاسينيسمون واخا كاع مثلا غادي نقولوا لحقاش لاسينيسمون خصو شوية الوقت اونتخ ليتود اونتخ لا كونفونسيون دوز اونتخ
فيزا لا كونفونسيون في الداخليه اونتر بزاف د الحوايج. مثلا هاد لي كارتي اللي ولا بدا واخا ما فيهمش لا سينيسمون تشوفو نتوما كنا فيهم لا ماس بزاف ندير فيهم البافي النهار يجي لا سينيسمون يجي البافي غير ما نديروش الدلاج. مثلا ما نقدروش مثلا نحكموا على واحد لو كارتي بانه راه ما فيهش لا سينيسمون نقولوا ليه خصنا تيجي لا سينيسمون من لواحد العامين ولا لان غادي طول المده ديالو شويه نديروا البافي ان اتوندون تيجي لا سينيسمون. Yeah, I'm sure you can.
عاوتاني نقول لك مثلا قارنوا مثلا شي دوار خارج على ازيلا مثلا وغنقولوا غنجيو حتى هو نديروا فيه الدرج وتكفي فيه جوج الناس ثلاثه اربعه هنايا بحال البلايص اللي مثلا الدائره ديالك خاصك الطريق غادي ندوزوا لك الطريق خاصك الماء نعاونوك في الماء بحال الا كان دوار مثلا ساكنه فيه 400 ولا 500 دار وزنا في دار على دار كيما المدينه هذيك اللي خصنا نديروا لك شوجي تخرجي نديرو فيها الطابي كان المشكل ديال الطرقان هادو كنشوفوه معكم واخا كاين الدوار كاين واحد الناس من الساحه غير الساحه ديال المدرسون دابا غير باش نتفقوا اليوم جينا اليوم على ميزاني غنحيدوا بعدا هاد لا ميزاني وغادي نعاودوا نجيو على لي غول لي بيست ديال الواويز نديروا معكم واحد البرنامج ديال لي بيست اليوم نحيدوا هاد الشيء ديال لا ميزاني ودوز جيو لي بيست لي بيست ديالك راه غادي نقادوا هاد الثالثه مدا غير كون هاني
توريستيك ان شاء الله غير باش نروح المدار السياحي اللي نتعش فيه حتى 800 بصفه عامه. بالاضافه ايضا لهادشي هذا كاين القضيه ديال مثلا بحال تبدا كاين المياه الكتب كاين واحد ديال واحد الفرص نستافدوا منه نحن هذا ربما تبرج. ثانيا عندنا ثاني تصور ايضا في الانعاش ديال السياحه فتتمين هذه القضيه التراث المحلي عندنا واحد التراث المادي ونقدر هذا بغينا نكملوه ويكون تعاونوا مثلا بحال هادشي ديال الترميم ديال القصور وكاين عندنا واحد الارث هنا الارث تاعنا الارث اليهودي ديالنا راه كاين عندنا هنا بغينا حتى حنا نديرو شعار علاش لا يعني هادو من بين المسائل اللي بغيناكم سعادة سعادة الرئيس يعني نشتغلوا معاكم في قدر ما هو اختصاص ديالكم اللي ما اختصاص ديالكم تعاونونا فيه باش نبنيو هاد المنطقة في افق انه ان شاء الله ندخلوا هاد الوزارة كما كينقصوا ربما السي ندخلوا وزارة في اطار الحيوطات ممكن لان حنا الى ما درناش شي حاجة اللي تبان مثلا بانه فعلا حنا كنبنيو وكنشتغلوا في هذاك الاطار ما غاديش يدخلونا وشكرا السي الرئيس. شتي استخلاص نقول لكم واحد القضيه باش ما اليوم خصنا نخرجوا احنا خرجنا بلا ميزانيه نخليو واحد 3 شهور ولا شي حاجه غادي نعاود نجيو نخرجوا بحاجه اخرى باش ما نديوش عاوتاني بزاف ديال الحوايج. احنا جينا اليوم لا ميزانيه ناخذوا قرار معنا الرئيس معنا السيد الرئيس معنا الاعضاء ناخذوا قرار نشوفوا الديكارتي ونديروا لقاء. جيو عندي مثلا واحد 15 يوم ولا 20 يوم جيو عندي غير يشد هادشي الطريق ديالو وجيو عاوتاني على هادشي ديال حنا دابا راه تنقادو دي كونفونسيون كبار ان شاء الله اللي غتستافد الازيلار منها بزاف تنقادو دي كونفونسيون كبار اللي غتستافد منها الازيلار ندخلو في هاد الكوتي توريستيك ندخلو هذا من البرامج اللي عندنا فين ما قادرين ندخلوهم نقدر ندخلوهم. دابا انا اليوم نتفقوا نتفقوا على ميزانيفو اتفقنا على هاد دونك صافي نحيدو راه دابا اليوم لا ميزانيفو كانت عندكم 30 مليون دابا ولات 50 مليون دابا هادشي اللي غادير لا ريجيون انتما دابا حيدوا حيدوا هادشي يبدا الخدمه وقادوا حوايجكم ونشوفوا الدواور الاخرين حتى هما اللي عندهم لي بيس ديالهم حتى كتسد رايك وي تفضل سيد الرئيس. واحد القضيه السيد الرئيس بالنسبه للدراسه اللي دارت ديال ليتيود يعني هذه كنحييك ملي كتقول بان جميع النواوير وجميع المسائل كلشي غيستافد هذه شكرا جزيلا. هي واحد القضيه ملي تيكون مثلا دير ليتيود في ذاك الدوار خص هذاك العضو اللي تيمثل ذاك الدوار يكون مع دير ليتيود باش يعاونوا يساعدوا هذه المساله هذه لان ربما يخرج دير ليتيود بوحدو ماشي عارف المشاكل اللي كاينين يعني هذا هو التدخل اللي بغيت نقول لان خص الممثل اللي كيكون ذاك الدوار خص يكون واش الله يسيرك تساعد معاكم الراي دابا كنناقشوا مازال ما كاين والو دابا ولكن كنناقشوا ها بزاف سيد الرئيس. شوف نقول لكم هذا الشيء اللي شتي هذاك الدوار ديالك الا دار فيه الطافي راه تيعرفوا بان الرايس اللي جايب هذا الشيء لا وي دابا مازال ماشي دار الدور دابا ولا دار في ديتيل راه ما يمكنش غادي يعرف واحد يكون غادي يمشي راه غادي يجي يدير واحد لا كوميسيون اللي هي تكون مختصه بهاد لا رياليزاسيون ديال اشنا هو اللي اتفقنا بان كلشي غيدير ليه لا ميزانيه غيدير ليتود ديالو الا وصلنا ل 30 مليون راه داكشي اللي بغينا فتنا 30 مليون نسبقوا الاولويات وداك لو غيست نعاودو نشوفو عاوتاني نعاودو نطلبو الوزيره ونعاودو نزاوكو فيها وعافاك وهذا وتكمل لينا ما كاين مشكل غير ليتود تكون ليتود جينيرال ديال وويزا ياك صدرا ما عرفتش هو غادي يخدم وانا تيبان لي راه هذا الشيء راه غادي يكفيه حيت هو غادي يخدم على 30 مليون غادي فاش يوصل 30 مليون ديالو غادي نشوفوا لو بورسونتاج ديال لي كارتي واش 100% واش 20% واش 60% واش 30% انا تنقول 100000 متر كاري راه غادي دوز ويزغت كامل ولكن يجب ان يكون هناك من 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 ي
اش فيهم كيما غير يعاودوا يدخلوا واش فيهم البيتون ولا شنو اللي فيه البيتون ما غاديش يتعاودش لا كاين واحد العدد ديال الازيطات راه شي تنقول 100000 متر كاري هذا تبان ليا كافيه سي تري سي فيزون د د لا كونتيتي ديال الله ويكون فيها البيتون نحيدو نديرو حاجه لا 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 هذا الشيء عادي ياك دونك اللي فيه البيتون راه فيه البيتون حنا كنهضروا على الزناق اللي فيهم الطراب ولكن عاوتاني نتفقوا كاين اللي فيه البيتون ديغرادي واه كاينين ويني ما دخلناهمش ما دخلناهمش اللي فيه البيتون ديغرادي ديغرادي هو تحرم من مورا تنشوف اللي مثلا اللي تقاد لا سينيسمون ديغرادا البيتون شوف غير الاخوان غير نتفقوا شانا تنوعدكم انا هنا بان كل شيء غيدالي للطراب نبداو بالزناقي اللي ما فيهم والو لي بوان نوار اللي فيهم الغيز الغيز وفيهم هذا نبداو فيهم والبيغو ديتود راه غير يسالي ليتود ديالو غادي يعطينا اش كاين غير من خلال ليتود غادي نعرفو غادي نعرفو الا كاين حتى البلايص اللي فيهم البيتون ديغرادي ولا ديغرادي 50% نحيدو نديرو البافي الا ما وصلناش لي كونتيتي راه غادي نعاودو نفكرو ملي غنجيبو عاوتاني الفلوس باش نكملو لو غير غير اللي مهم هو وزارة كلشي دار لها البافي صافي رجعوها نقيه الوليدات خارجين تيلعبوا مزيان لي بارون خارجين تيتمشاو مزيان الناس اللي بغا طوموبيل دوز بحال الكبار كرف دار الويت ما يدارش زناقي على على لي فواتور على واللي صغار ديال البيتون ما يمكنش يدوز هذاك يدار فيهم يمكن دابا راه الزنقه الكبيره كاينه ديال 8 ما كاينش على الجد فويز ما كاينش 12 لا ما كاينش ايوا دابا لهم ويت دونك تخدم على 6 دونك الا ويت تخدم الحيط كتخدم كلها كلها راه مزيان باش ما يبقاش مزيان باش يبقى باش ترجع تفضل السي وغاديين اي باش تكون واحد لا لوجيك حتى في الخدمه وتكون دابا واش تخرج من الشانطي 5 دقائق تلقى كل شيء وهذوك لي زاكسي انا حنا نخدموا باش واش غنقول عندي بعدا كنشكركم بعدا على الحضور ونشكر السيد بدر والناس اللي معاه واعضاء ديال المجلس غير عندي واحد السؤال السي بدر كاين الناس اللي كيدوي معنا خصوصا الناس ديال الكره ما عندهمش السقي وربما كاين شي برنامج ديالكم ما غادي يطلعوا بدا بينا حنا نستافدوا من هادشي اللي ما غاديش نستافدوا منه بغينا شويه بعدا غير على الماء السقي ما عندناش الماء ديال السقي عندنا الشجر عندنا مشكل حنا قديم ما بين وما عندناش الماء ما عندناش الجفاف اللي جاب هادشي كنتو كتستافدوا كاين لا تستافدوا شويه ولكن مع الجفاف ما كاينش هي واشنو كتقول حل دابا ماشي بيا حل بغينا يبروبوزيو مثلا سميتو حل يحفروا لنا شي بير مثلا بير بير تجهيزوه للسكن التجهيز ديالو باش دوك الساكنه يعوضوا داك النقص ديال الماء في الدوار ماشي بالنسبه لي عندي انا كاين الناس عند اي تخرجي فهمتيني الناس اللي ما عندهمش العيون ممكن الا كاين شي برنامج باش نقول لكم بالنسبه غير عافاكم الاخوان دابا فاش كنهضروا على الاستفاده راه كنهضروا على وزارة دابا فاش كتقولوا راه الا ما استفدناش من هنا غادي نسخسنا هذا السقي راه هذا المارشي هذا راه كنهضروا على 30 مليون درهم راه 30 مليون درهم من الجماعه راه ماشي ساهل يعني هاد 30 مليون راه ما غاديش نقولوا لا راه ما استفدناش هنا راه نستافدوا هنا راكم مستافدين 30 مليون ديال الدرهم ديال الجماعه وشحال من جماعه الان كتطلب غير النص ديال هادشي دونك حتى هادشي نعطيوه القيمه ونعطيوه لا فالور ديالو والناس اللي وقفوا كالسيد الرئيس مع السيده الوزيره والسيد العام كذلك اللي داروا مجهود كبير باش نجيبوا هاد باش نغطيو واحد 9 الجماعات اللي خلقوا لينا مشاكل وراه معنا السي اللي معنا عضو في المجموعه عارف المشاكل ديال الجماعات الاخرين اللي ما استافدوش حنا راه 44 و 30 مليون ديال الدرهم راه مونطون كبير راه حنا كجماعه ديال الازيلات استفدنا ب 40 مليون درهم يعني بيننا وبينكم يلا 10 مليون ديال الدرهم تنهضر هنا على هذا المشروع هذا دونك الاستفاده راه كاينه بالنسبه للوزاره راه كاينه دونك هذا هذه الاولى بالنسبه للمشاريع الاخرى اللي كان اللي محطوطه عندي سي جواد راه هو كاين حنا راه غادي نبداو فيها البرمجه يلا دازت بالنسبه للبيره سي جواد دونك الا كاين شي بير خاصهم في وزاره نبرمجوا عليهم صافي دونك هذا ديال البير غير تنقول راه ما يمكنش نتحمل مشروع كامل باش نقول لكم السيد الرئيس هو دابا كاين باش انا الا حفرت البير وقديتو ليك يعني
شوف الجامعات ديال المسائل الاخرى، حيت ما يمكنش ندير انا البير ونجهزو هكا وندير كلشي. نعطيك مثلا بيره ولا نعطيك الطاقه اولا نعطيك مثلا ما عرفش نعطيك ريزيرفوار، دونك ما نقدش نتكلف بالمشروع كامل لانه كل واحد كنعطي. عندنا واحد المجموعه ديال المشاريع اللي حنا غادي نبرمجوها، فيها راس الاخرى كاين دابا معنا، دونك عندي الابار، عندي ليكيبمون ديال سميتو، وعندي الطاقه. دونك اذا اختاريتي البير ما تقولياش مثلا ناقصنا التجهيز ديالو، ما نقدش ندير هذا المشروع كامل. دونك بغيتي الطاقه بغيتي البير بغيتي، ولكن اوناتوندو انا كنقول كيف ما كان الحال حنا نديرو البير ومن بعد شوف نديرو البير ومن بعد ان شاء الله الا كانت الامكانيه راه حنا غادي نكملوا معاكم. دابا غادير واحد القضيه كاع السيد الرئيس، غادي ندير لهم جوج البيار ماشي بيار صافي جوج البيار وانا غادي نيكيبيهم لهم صافي. دابا هو عيط ليه باش يستافد لك. لا راه كاينه سميتها دابا راه كاين. لا راه عندنا الطلبات ديالهم راه كاين صافي. ايوا كاين هذا ودير غير انا غادي وي في الطاقه كان عندنا واحد المشروع حنا ما بناش ربع عندنا بيار شاركنا يمكن جوج مرات تبع مارشي باقي ما توصلنا للتحالف. منين هادشي؟ الجهة. الجهة. أنا كنا. ذاك النهار عيطنا على السيد الراس قال لك ياك. كاين. عاد غادي تجيو أنت وأنت شكون اللي بغى البيار؟ أنت أجي أجي أنت والرئيس عندي أجي وعندي نشوف معكم هادشي في الأرض. لا 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 أنا اسمح لي. المشكل ديال انا هضرت على المشكل ديال الطاقه كانت عندنا من 2016 يمكن ولا ما عرفت حنا فاش المشروع هذا العامل المشروع ديال العامل فاش البرنامج في الجهه مع الجهه مع الجهه راه شنو اللي قال لك وراه هو غير دابا جاي عندي مرحبا مازال ما فهمناكش يلاه كنا جينا الى عندك وسولتي كانت تباع المارشي في سولت عيط للدغماني اي عيط للسيد الدغماني وقال لي راه المارشي راه كاين وراه باقي راه يتعاود ياك هكا عقلتي قال لك ها هو راه عاودناه سي موحه بغيتي تعرف دابا بغيتي تعرف لا بغيتي تعرف لو الصور ديالو يعني فين وصل اي هو هو السي عادل قال لك اجي باش يعرف ليك داك الشيء الرئيس ما بغيتش نجبد هذا الشيء ولكن قلت سميتو هو وزير كاين ما بين جوج ديال الضفاف جوج ديال الشعب جوج ديال الشعب والتهيئه ديال الضفاف ديالهم اولويه بالنسبه لهم وزير لان كاين الفيضانات الحمد لله لانه دار واحد الشطر الاول رغم شي سميتو كان حاول الواد ديال تادوش ولكن باقيين شي مناطق تما اللي تيشكلوا خطر على السكينه خصوصا شويه فهم زاولوا هنا شويه فهم ما كرهناش شي طلبه هو الرئيس كاين دونك يري يجيبوا ليا غادي نشوف مع السيد الرئيس شنو هو البرنامج اللي ممكن ندخل راه كاين المجلس اللي اقليمي راه السيد الرئيس غادي يدخل لينا وكاين هذاك الاخر ديال بالنسبه ديال الاخر مع 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 العماله دونك راه كاين حتى واحد البرنامج نقدروا ندخلوا راه الا كاين شي حاجه بحال هكا ديال الماء عنده علاقه بالماء جيبوا لنا دونك في 2023 راه نقدروا نتغلبوا على واحد المجموعه ديال سميتو دونك بالنسبه للبيا راه حنا راه فضينا دونك السي جواد بالنسبه لهذا التجهيز السي عبد الرحمن دونك جيبو نشوف صافي ما كاين مشكل بالنسبه لسميتو راه قال لك دوز عندي صافي باقي شي حاجه اخرى قول المشكل ديال السواقي السواقي
السواقي سنقول لك هذوك ديال الفلاحه راه كنا كاع درنا راس سميتو حاضر معنا كنا درنا فيهم واحد 100 دونك تيجي نقصوا راه ما بقاو سواقي ما بقاو والو ما كنت درت فيهم انا شي 120 مليون باش نشوفوا زعما حيت كان عندي طلبات في الاخر راه نقصوا ولات عندي واحد 50 جيب نشوف عندك شي دراسه ديال شي ساقيه عندك تما جيبها لي نشوفها شوف واش نقدروا نتغلبوا عليها صافي كاين مشكل ديال السوسي.